تمام. اوكي يا باشا، الامال معلقة عليك. خليها على الله. واحنا كده يا مستر مش محتاجين ان احنا نسجل، ما طالما حد واحد هيسجل وهيرفع الفيديو فمش لا محتاج. ساعات هنا النت برضو يعني هو 5 جي بس برضو بيجي له كده حد في عين فيروح واقع. لا هي الفكرة انت فاهم ايه الفكرة اللي انت تسجل؟ الفكرة اللي انت تسجل اللي انت وانس خلصت المحاضرة، على الجهاز بتاعك. لازم اكتر من حد يسجل احتياطي يعني. لا لا انا كل اللي بيسجلوا عشان نفسهم. لكن احمد بيسجل عشان خاطر هو يساعدني في الرفع. ايوه اوكي ايوه صح تمام. هو كمان المذاكره من اليوتيوب بقى، لو انت عندك النت فيه مشاكل هي المذاكره اصلا بتنيم، فهو النت يبقى يعني هتشخر فاهم؟ الدنيا مش هتبقى ماشيه تمام يعني. طيب يلا نتوكل على الله ونكمل. طيب احنا دلوقتي قلنا ان الشركات او المانجمنت ستايلز المتخيله في البراكتس اللي اما شركات تميل للاسوريتيتف او تميل لايه؟ للبارتيسيبيتيف. وقلنا واحنا بنتكلم على الاسوريتيتف والبارتيسيبيتيف احسن قوي اللي انت تلبس نظاره ايه؟ خلي بس هنا محمد الاول تلبس نظاره ايه؟ دي سي سي ام اي. دي سي سي ام اي. بعد كده تسال نفسك اسئله بديهيه جدا هتلاقي اجابتها ان شاء الله بالنسبه لك سهله. الكوميونيكيشن كويس في مين؟ مؤكد ادفانتج في البارتيسيبيتيف. الموتيفيشن هيبقى ادفانتج في البارتيسيبيتيف. الرياليستيك اوبجكتيفز والكوميتمنت متصور اللي هو بيسموه الباي ان، ان المانجرز هي باي ان الايه؟ التارجتس. الاكيوريسي لو الناس عندها انتجريتي ما بتلعبش بديلها ما بتعملش بادجت جيمز هتبقى متصوره في البارتيسيبيتيف. المشكله بس ان الشخص يلعب بديله ويعمل حاجه اسمها قلنا ايه؟ بادجتر سلاج. البادجتر سلاج دايما الكتب بتناقش قضيه هل البادجتر سلاج يعتبر ان ايثيكال بيهيفير. الكلام ده يا جماعه بيرجع بيتعمل يعني بيبقى جادجمنت كيس باي كيس. يبقى جادجمنت ايه؟ كيس باي كيس. ماشي؟ الحاجات اللي بتطلع وبتديفيت قوي على الـ على البيزنس نورم، عن البيزنس نورم الطبيعي دي ممكن نحكم عليها ان هي لا ممكن تبقى ان ايثيكال. واصل الكلام؟ فاهمين قصدي ايه؟ ماشي. طب قبل بقى ما نخش على الاسوريتيتيف، قبل ما نخش على الاسوريتيتيف حد يقدر يقول لي ايه المتبادر لذهنك؟ ايه المتبادر لذهنك ميزه في الاسوريتيتيف؟ ان هو بيطبق الاستراتيجيه نفسها. الله ينور. وايه تاني؟ التايم نفسه قليل. وايه؟ التايم قليل. التايم اللي انت تنجز البادجت اسرع. عيوب البصر زي المداية السكوب بتاع الدسكشنز والكلام ده هيمنع كمان الكوميتمنت كمان. لحظة كده يا شباب لحظة واحدة. ايه تاني في الـ في الاسوريتيتيف؟ هيتجنب موضوع البادجيتري سلاك اكيد. ممتاز. يبقى انت كده معانا ثلاث حاجات متبادره للذهن كمزايا في الاسوريتيتيف. من ناحيه التايم كونسيومنج ده مش هيحصل، الاستراتيجيك دايركشن هنضمنه، البادجيتري سلاك مش متصور تحصل. طيب ايه اللي يضرب في وشك بقى لو اشتغلت اسوريتيتيف؟ ضعيف. الاما هيتدمر. صح؟ ممكن يظهر بينا يظهر لنا unrealistic objectives وبالتالي الكوميتمنت lower level managers مش هتبقى كبيره. صح؟ صح يا شباب؟ اللي ايه سوري؟ الكوميتمنت بتاعت lower level managers مش هتبقى كبيره. هتبقى مقتصرة بس على البورد او الهاي ليفل.
الله ينور عليك. عايز الفت انتباهك لحاجه بتحصل في براكتس شائعه شويه. اما بيجي يحصل بارتيسيبيشن الناس اللي ما اشتغلتش بس احنا بننبههم بس. البارتيسيبيشن مش معناه لسيادتك اما تقعد احنا هنوصل اول اللي انت نفسك فيه. لا احنا ممكن نخش في ميتنج ونوصل للي التوب مانجمنت عايزاه وانت بتوافق عليه. لاطنها؟ لاطنها؟ مشاركة مشروطة. يعني انا هخليك تشارك وتديني اللي عندك بس بيحصل بوشنج اللي انت لازم يبقى ده يقولك ده تشالنجينج اوبجكتيف بالنسبه لك وانت لازم تبقى من الناس اللي بتسبورت الموضوع ده وانت المفروض اللي فاهم الكلام. يعني اقعدك واعمل اللي على دماغي بس بطريقه شيك شويه فانت في الاخر بيبقى عندك كوميتمنت برضه غير ما انت تاخد لك ايميل اللي انت تعمل 1 2 3 لان الموضوع برضه خلي بالكوا فيه ديجري ليه اثر نفسي هو اسلوب مانجمنت هو بادجت بس هو اسلوب مانجمنت. طيب الانرياليستيك اوبجكتيف موست لايكلي تطلع من الاسوريتيتيف لاكس اوف باي ان من اللور مانجرز هيتحقق يعني الناس مش هيبقى عندها كوميتمنت قوي للحاجات الانرياليستيك وطبعا حرف الكوميونيكيشن هيقع مننا. تلاحظ حاجه ان ممكن نتصور سيناريوز ركز بقى في الكلام الكوردينيشن يزيد ما بين الديفيجنال اوبجكتيفز عن طريق الاسوريتيتيف اما يكون في هاي ديجري من الكونفليكتس بين المانجرز. فاهمين الكلام؟ لا تاني دي يا مستر تاني دي يعني لو في بتوع الاوبريشن على طول في خناقات مع الناس بتوع السيلز ممكن التوب مانجمنت تدي توب داون ابروتش للتارجتس اللي من كل واحد كل واحد كوميتمنت بحاجه من غير ما يناقش فبالنسبه لهم ده يحققه وده يحققه وخلاص كانه فرصه كوردينيشن كانه ايه فرصة كوردينيشن وممكن نتصور بيت عمل فيها تيم ورك محترم الكوردينيشن برضو نتصوره ما بين الديبارتمنتس في ظل البارتيسيبيشن فحرف السي بتاع الكوردينيشن ما تاخدوش عامل مميز في واحده فيهم بيزد على الكيس اللي هتجيلك انت بتديسايد واضح تمام بصوا بقى هل التوب مانجمنت ليها رول في البادجت؟ طبعا ده احنا نقدر نقول يا جماعه ان التوب مانجمنت سبورت لو مش موجود في اي بروسيس في الشركه مستحيل تظهر للشمس اجري ولا لا كلنا اجري تمام طيب مين المسؤول عن البادجت ultimately كده؟ طبعا التوب مانجمنت وبعد كده بيحصل كاسكيدنج كل واحد مسؤوليته والاكاونتابيليتي بتاعته على الديبارتمنتس الفانكشن او اللاينز اللي هو مسؤول عنها في مصاريف الشركه. طيب ايه الرايت ابروتش؟ يتبادر لذهنك ايه الرايت ابروتش؟ الرايت ابروتش انا عايز الناس الكبار دول يبقوا انفولفد ليه؟ عشان نضمن ايه؟ يبقى في كيل في التارجت الاستراتيجيك برسبكتيف موجود صح وعشان نضمن ايه تاني؟ نضمن ان محدش يلعب بديله صح كده؟ تمام ومحتاجين الناس اللي في اللور والميدل ليفل عشان خاطر ايه؟ كوربريشن او الفاميليار زي ما قلت عشان خاطر ان الدي تو دي اوبريشن هم اللي اوير بيه طب مانجمنت مش هيبقى عندها اويرنس لكل حاجه فهي ممكن تحط حاجات بعيده جدا عن اللي ممكن يتحقق واضح فاحنا من الاخر عايزين شغل يتم ما بين مين ومين شغل يتم ما بين الديفيجنال مانجرز والتوب مانجمنت عشان نظبط الراجل من ناحيه الرياليستيك اوبجكتيفز والموتيفيشن والكوميونيكيشن وعشان خاطر نضمن الاستراتيجيك اوبجكتيفز تتحقق والبادجتري سلاك ما تتحققش دي خلاصة الموضوع دي خلاصة الليلة كلها ماشي؟ طيب الخلاصة أنا بقول الخلاصة أنا عايز الناس الكبارة التوب مانجمنت تتدخل هنطلع سهمين عشان نضمن الاس الاستراتيجيك اوبجيكتيفز وعشان خاطر ما حدش يلعب بديله البادجتري سلاك
عشان نضمن ده يتحقق وده ما يتحققش. ومحتاجين اللور ليفل يخش. طبعا في حاجات تانية بس دي اساسيات خلاص الموضوع. اللور ليفل يخش عشان خاطر نظبط له حرف الام الموتيفيشن، عشان خاطر ان الراجل ده اكتر واحد عنده نوليدج بالدي تو دي اوبريشن، فممكن يدينا معلومات تفيدنا في اللي احنا نحط حاجه اكيوريت شويه. والموتيفيشن مرتبط بالرياليستيك اوبجكتيفز بالباي ان والكوميتمنت منهم. واضحه كده الفكره؟ دي خلاص الموضوع. اشتلحت بالعربي سيكا يا دكتور، بس اشتلحت بالعربي بس شويه. التوب مانجمنت يعني الاداره العليا. ماشي تمام. ده الاستراتيجيك يعني النظرة الاستراتيجية للبادجت. البادجتري سلاك ترجمتها ما اظنش هتنفعك قوي، بيسموها بادجت يعني مرخية شوية يعني مريحة ماشي قويه يعني حاجة كده لوزي شوية، حاجة لوزي شوية. اللور ليفل الناس اللي تحت بقى الميدل ليفل والناس اللي تحت في الاوبريشن، فاهم؟ عايزين نعمل لهم موتيفيشن. عارف يعني ايه موتيفيشن؟ يعني دفاعيه وكده. والناس دي عندها نوليدج بالدي تو دي اوبريشن، عارفين الشغل اليومي اللي احنا بنعمله، فالارقام اللي تطلع تبقى ايه؟ تبقى قريبه شويه للواقع يعني، ما تبقاش حاجات ان رياليستيك كده في الهواء يعني. طيب البادجتري سلاك طبعا شركات كتير جدا جدا بتعاني منه. جميل. يعتبر انتشنال لو انت راجل مسؤول عن ريفينيوز، انتشنال اوفر استيميشن ولا اندر استيميشن؟ اندر. انا لو راجل مسؤول عن ريفينيوز هيبقى انتشنال اندر استيميشن، يعني انا بتعمد احط ارقام واقعه شويه. واضح؟ تمام. ولو انا مسؤول عن كوست يتعمل ايه؟ ابر عاليه. هديكم حاجه هنا بخصوص الموضوع ده من عندنا في الشركه. كنت مره في ديسكشن في البادجت بتاعت الفاينانس، في البادجت بتاعت ايه؟ فاينانس. البادجت بتاعت الفاينانس احنا يعني حاجه ممكن تبقى انتم مش فاميليار بيها بس اقولها لكم يعني سريعا. البادجت بتاعت الفاينانس خارج البي ان دي ال بتاعت البيزنس، فاهمين؟ يعني احنا مش في البي ان دي ال، مش في قائمه الدخل بتاعت البيزنس في مصر، احنا بره البيزنس. ماشي؟ اداره خدميه. دراخه دميه. لا بره البيزنس كبي ام دي اللي مش موجودين اصلا. ايوه. طب فين يعني؟ بي لغرض معين يعني ولا ايه؟ الجيري الاكونت يا محمود، لحظه انت بتجيبنا شغالين في الجرافيك. السيلز بتاعكم في البادجت؟ عادي قاعدين في المكتب فوق بس بتكلم بالبرفورمانس، ما تفهمونيش غلط. وهم بيحكموا على مصر مش الفاينانس. احنا قبل بره البيزنس، فاهمين؟ هبحكيها لك دي يا محمود. ماشي سيبك من دي دلوقتي. ماشي اوكي. هي كده مرتبطه بالترانسفورميشن والشيلد سيرفيس كده، ربنا يعافيك منه يعني. المهم اللي انا عايز اقوله لكم، مره كنت بتناقش في البادجت، فانا كنت عامل جين. كنت عامل ايه؟ جين. قاعد يقول لي ازاي اعمل جين؟ هو انت حاطط البادجت ايه؟ احنا عايزين الفاريانس يبقى اقل ما يكون. جوده البادجت بتاعتك اللي انت تخليه الفاريانس ولا فيفربل ولا انفيفربل. فاهمين؟ اللي هو موست لايكلي هيحصل. فابتدت المانجمنت اللي هي تكلم المانجرز اللي هو ياخد باله، انا مش عايز منك تحط لي رقم وتعمل لي فيفربل اقول لك واو. القصه ما بقتش كده. انت تحط لي رقم عارف راسك من رجليك فيه، ولما تيجي تتكلم بعد كده تقول حصلت حاجه ان اكسبكتد عملت الفيفربل او الان فيفربل فاريانس. واصله كده؟ ماشي. او الفاريانس ده يا جماعه ملوش علاقه بالبرفورمانس ايفالويشن بتاعي. الكلام ده ليه المانجمنت بتطبقه في الشركات دلوقتي؟ عشان انت اصلا مش هيبقى عندك انسنتيف للبادجتري سلاك. وصلت؟ فاهمين قصدي؟ انا كسامح سامح معلش. هل انا بحاجة اخر حته تانية؟ انا بقى حته ان هو ما فيش لينك.
انا كمدير فاينانس يا جماعه اللي حواليك تمام كده. احنا مش هنريورد المانجر، مش هنديله ريورد اما يعمل لي فيفربل فاريانس. فهمت الفكره؟ فمحدش هيبقى عنده الدافع اللي هو يقعد يلعب في الارقام بقى. يعني المانجمنت مش هتديله ريورد لو هو عمل فيفربل. واصله؟ واضح الكلام؟ طيب تخيل بقى معايا بادجت، الراجل اللي في الريفينيو عمل اندر استيميشن، والراجل اللي في الكوست عمل ايه؟ اوفر استيميشن. اوفر استيميشن، البي اند ال بتاعتك هيبقى نظامها عامل ازاي؟ بقت مسافره صح؟ لوس لوس. فالكلام ده هيعمل ايه للتوب مانجمنت؟ هيعملها مسليدنج. وي هيحصل ويستنج للريسورسز، لاني انا بتخيل ان انا محتاج اصرف هنا 10 وانا مش محتاج غير 8. وي هيدينا طبعا ارقام ان اكوريت، وهتعمل مس ريبريزنتيشن للايه؟ البروفيت. طب ايه الحل؟ حد يقدر يقول لنا لو انت في الشركه بتاعتك وعندك بادجيتري سلاك، ايه المتبادر لذهنك تقطع بيه القصه دي؟ الانسنتيف يكون على اقل فاريانس. ماشي، اطبق البلس سكور كارد. ممتاز ممتاز، اجابه نموذجيه دي بالكتاب. اللي انت تطبق بيرفورمانس ميجرز مش بيقيس حته واحده بس، بتجيب حاجه بتقيس مالتيبل ميجرز. ممتاز، الله ينور عليك يا عمرو. ايه تاني؟ في حاجه بتحصل في البراكتس كتير قوي، اندبس ريفيو، بس ده للايتمز الكريتيكال عشان ما تضيعش وقتك. لو حد بيلعب بديله هتعمل ايه معاه؟ اندبس ريفيو. اندبس ريفيو، تقول لي ممكن تديني البادجت بتاعت السنه دي وبادجت زيها السنه اللي فاتت، وممكن تجيب لي الاكتوال اللي صرفته لحد السنه دي، وممكن تجيب لي الاكتوال اللي صرفته السنه اللي فاتت. زي ما اعمل انفستيجيت او حاجه، يعني زي انفستيجيشن. يعني دي مرحله متقدمه شويه، كلمه انفستيجيشن في براكتس اللي انا عارف. الاندبس ريفيو ده مستو اللي انت بقى ايه قول لي يا حبيبي هي ليه زادت؟ ايه اللي حصل؟ احكي لي. نقطه ليله؟ يعني زي المقارنه جاستيفيكيشن. هو بقى وشطرته. هو شطرته. طيب يبقى من الاجابه the same like management by exception. الايه؟ management by exception تطبق في الحته دي. لا شفت لك البالانس سكور كارد بس مش قادر ابشيرك دي. طيب المالتيبل انديكيتورز من الحاجات اللي بتستخدم في البراكتس، كي بي ايز كتيره ما بيبقاش حاجه واحده. بنريورد الناس على الايه؟ على السبسيكونت، وده اللي حصل معانا شخصيا على السبسيكونت. مش ريورد طبعا، ما كانش فلوس عشان ما حدش دماغه تروح لبعيد، بس على السبسيكونت اكيرسي بتاع الايه؟ بتاع الفوركاست بتاعك. الكلام ده ممكن يتعمل في البراكتس، بس لازم الكوست بنفيت ريليشن شيب يتاخد في الحسبان، عشان بس ما تقعدش ايه تعمل اندبس ريفيو في حاجه مش جايبه همها. واللي انت تستخدم البادجت كبلاننج وكنترول، وتبعدها شويه عن حته المانجيريال بيرفورمانس ايفالويشن والبونصز واللعب كده. واضح؟ واضح يا شباب؟ تمام. طيب الشركات النهارده ما بتيجي تعمل بروسس للبادجت، لو الشركه كبيره بتعمل حاجه اسمها ايه؟ بادجت كوميتي. البادجت كوميتي بيبقى فيها ناس شغاله بتعمل، بتبعت ايميلات بدري طبعا، تحط لك الديد لاينز، تحدد لك البادجت بيريود، بيبعتوا الجايد لاينز عامه، سواء ايه المينيمم ريت اوف ريتيرن اللي التوب مانجمنت عايزاه، يبعتوا جايد لاينز بخصوص الحاجات اللي هم بيتوقعوا فيها اجريسيف ريدكشن. يعني مثلا مصاريف السفر من الحاجات اللي الشركات الكبيره بتلعب عليها شويه، بيحاولوا ان هم يعملوا فيها ايه؟ اجريسيف ايه؟ ريدكشن. بعد كده بنعمل حاجه اسمها درافت،
اللي هو الايه الانيشال بادجت. بعد كده بنخش في مجموعه من الميتنجز والكولز اللي هي هنا متسميه ايه نيجوشيشن. بعد كده بيبقى في مرحله الريفيو الاخيره والف الف مبروك ابروفال. واحيانا بنحتاج نعمل ريفيجنز. البادجتنج بروسيس طلع سهم كده واكتب تيبيكال اساي كويستشن. تيبيكال اساي كويستشن ماشي. طبعا التوب مانجمنت هي اللي تدي الفاينل بادجت ابروفال. النهارده بس بقى النهارده يا جماعه كل مانجر يعني لو جينا تخيلنا مثلا كده حاجه زي كارجل هتلاقي ادي الهيد كوارتر. الهيد كوارتر ده تحتيه ريجنز. تحتيه ايه؟ ريجنز. وكل ريجن فيه برودكت لاينز مختلفه ماشي. الشركه بتقيم البرفورمانس بتاع المديرين اقص الشركه كلها. فكل مدير بيبقى اكاونتبل عن مجموعه من الـ من الـ من الايتيمز في البادجت ماشي. الحته ديت في التطبيق العملي هتلاقيها في البراكتس مختلفه ما بين شركه للتانيه شويه. بس اللي بيحكمنا هنا ان انت لازم تدرك ان المفروض البرفورمانس ايفالويشن المظبوط يتم على الحاجه اللي سيادتك تقدر تتحكم فيها. واضح كلام؟ واضح؟ يعني انا مدير المفروض اما حد يقيم لي ادائي يقيم لي كادائي على الحاجات الكنترولبل ولا النون كنترولبل؟ كنترولبل. طب افرض حد قيمني على الحاجات النون كنترولبل هنخش في متاهه دايلما كبيره. لاني اول حاجه ده بالنسبه لي انفير. واضح؟ يعني انت النهارده ممكن يبقى عندك سيلز مانجر. هل هتقعد تساله عن تكلفه الناس بتوع الاوبريشن؟ ده مش في ايديا اصلا. طبعا كل ما الواحد التايتل بتاعه بيزيد كل ما الايتمز الكنترولبل بتزيد. عشان كده الراس الكبير اللي بيبقى ماسك اللوكيشن اللي تشيف اكزيكتيف اوفيسر بقى او ايا ما يكون الدي ام بتاع الشركه ده في الغالب معظم الايتمز في البي ان دي ال بيسالوه عليها. المانجمنت ستايل هنا بيلعب دوره. المانجمنت ستايل بيلعب ايه؟ دوره. في بعض الادارات التوب مانجمنت بره احيانا بيسالوك عن حاجات هي مش كنترولبل قوي عندك. فاهمين؟ يعني ممكن تلاقي التوب مانجمنت تيجي تقول لك احنا خلي بالك مش عايزين سعر السهم بتاعنا في البورصه يقل. عايزين بيرفورمانس يزود سعر السهم في البورصه. طب مش ممكن يحصل انهيارات؟ ممكن يحصل اي حاجه خارج نطاقك تحكمك؟ ممكن. واضح؟ ممكن في البراكتس تلاقي ان التوب مانجمنت لا اجريسيف قوي. ممكن تسالك على حاجات تقول لك طب انت ليه ما خدتش بالك من الموضوع ده؟ ما انت كنت المفروض تعمل بريفنتيف اكشن في الحته دي ويقعدوا ايه؟ يضغطوا. طبعا هنا المانجمنت ستايلز بتختلف. الناس بتوع المانجيريال اكاونتنج يهمهم ان سيادتك تفهم الاتي. لو انا بتكلم على ريسبونسابيلتي اكاونتنج للمديرين فانا عايز الراجل اللي ماسك ريسبونسابيلتي سنتر معينه اساله على الحاجات الكنترولبل وابعد عن الحاجات الايه؟ الان كنترولبل. ده في المدينه الفاضله. ده فين؟ في المدينه الفاضله. في بقى نقطه هنا خلي بالك منها. بعض الناس بتظن والظن ده مش سليم ان كل التكاليف الفاريبل كنترولبل وكل التكاليف الفيكسد نون كنترولبل. بعض الناس بتظن ايه؟ كل التكاليف عارفين يعني ايه تكاليف فاريبل؟ يعني بتزيد مع الفوليوم. الفوليوم يزيد التكلفه تزيد. والتكلفه الفيكسد اللي هي زي الرنت كده الفوليوم بيتحرك وهي زي الطوبه. الكنترولابيلتي ماتر من البوزيشن. الكنترولابيلتي مرتبطه بالبوزيشن بتاع سيادتك. كل ما بيكبر كل ما الايتمز الكنترولابل بتايه؟ بتزيد. واصله؟ فمش عايزين هنا بينبهك خلي بالك لا ممكن الاقي تكاليف ثابته بالنسبه لي انا كنترولابل. عارفين عامله زي ايه؟ مثلا
كنترولر. انت النهارده بقيت الكنترولر بتاع مصر، الفاينانشال كنترولر. تكلفه الفاينانس في مصر بالنسبه لك انت كتيم اللي تحتيك كنترولبل ولا نون كنترولبل؟ كنترولبل. هيقعدوا يعرفوا اهلك انت ليه الهيد كاونت عندك كتير، طب وليه الهيد كاونت ده بياخد افريج اكبر من السوق، يقعدوا يدخلوك في متاهات لانهم شايفين انها ايه كنترولبل. كنترولبل، فهمت الفكره؟ معناها تكلفه فيكسد مالهاش علاقه بالفوليوم. وصل الفكره كده؟ طيب طبعا الكلام ده هندرسه بالتفصيل قدام في سيكشن البرفورمانس. احنا قلنا الستاندرز تعتبر حاجه ايه كيرفول ايه ديتيرمنت. الستاندرز بنحدد الستاندرد برايس وبنحدد الستاندرد كوانتيتي. طبعا الكوانتيتي والبرايس يا جماعه متاثرين بايه؟ الفوليوم. متأثرين بالكواليتي، صح ولا لا؟ الستاندرز بتساعدنا في ايه؟ طبعا احنا بنستخدمها في البادجت وبتساعدنا في البرفورمانس ايفالويشن. فاكرين النجار كان بياخد 2 متر خشب ب 2 دولار، فاكرين الكلام ده؟ فالنجار ده فاهم ان هو هيتقاس عمل الكرسي بكام متر، ب 2 متر اكتر ولا اقل. واضحه الفكره؟ الستاندر كوستنج هنستخدمها في حاجه هندرسها قدام اسمها فليكسبل بادجتنج. اسمها ايه؟ فليكسبل بادجتنج. فليكسبل بادجتنج ده يونت كامل هناخده قدام ان شاء الله في البرفورمانس بقى. طيب لو انا عايز اتصور احط الدايركت ماتيريال للخشب ستاندرز، هلاقي ان العامل المؤثر على الكوانتيتي وعلى على البرايس الكواليتي. فاهمين؟ ممكن نتصور علاقه برضو، خلي بالك يعني ممكن نتصور في معظم الاحيان لو قللت الكواليتي بتاعت الخشب اللي بتستخدمه الكوانتيتي اللي ممكن تهدر هيحصل فيها ايه؟ زين. الاثنين مرتبطين ببعض مش مستقلين يعني. ماشي؟ المفروض واحنا بنحط الستاندرد ناخد في الحسبان ان لا هي بيحصل سبويلج وفي سكراب وفي ويست ممكن يحصل. المفروض المانجمنت تريكوجنايز النورمال سبويلج هو الستاندرز. واضحه الفكره؟ طيب لو اتكلم على الدايركت ليبر، طبعا الدايركت ليبر في بعض الدول مرتبطين بحاجه اسمها مينيمم ويج، اسمعوا عنه؟ ايوه موجود. تمام. الحد الادنى للاجور ده منتشر بره شويه. ومرتبط بالفليكسبل كونتراكتس والبيرمننت كونتراكتس، وده برضه على حسب البلد اللي انت شغال فيها. من الحاجات المهمه اللي لازم تاخد بالك منها ان الدايركت ليبر وانت بتحط له الستاندرد، هديك اكزامبل صغير كده. انت النهارده معينت محاسب، عينت ايه؟ محاسب جديد لسه ورور متخرج. جميل؟ وقلت له في التقفيل انت هتعمل البنك ريكونسيليشن. هتعمل الايه؟ البنك ريكونسيليشن، وانت عندك ما شاء الله خمس ست بنوك مليانين حركه. فانت بتحط الستاندر اورز بتاعته مثلا ولا هتاخد منه 20 ساعه شغل، هل ينفع بعد مرور سنه تديله نفس الستاندر اورز دي؟ لا. على هو ابتدى ايه؟ ابتدى يتعلم. فالمفروض التعلم ده ياثر على الايه؟ على الستاندرز والاكسبكتيشن بتاعت سيادتك مع الراجل ده، ولا ايه الكلام؟ لا ليرنينج كيرف. ففي اللحظه دي الناس واحنا بنحط ستاندرز للدايركت ليبر لازم ناخد الليرنينج امباكت في الحسبان. واضحه؟ طيب برضه المانجمنت ستايل مؤثر جدا واحنا بنحط الستاندرز يا جماعه. الشركات الياباني والشركات اللي بتسعى للتوتال مانجمنت، في ناس الكونكشن عندها مسليها. انا شغال ادمت على طول الناس. كويس. طيب هنا المانجمنت ستايل مؤثر قوي على وضع الستاندرز. الشركات اللي زي الشركات اليابانيه والشركات اللي بتسعى للتوتال كواليتي مانجمنت واللي هي بتسعى انها تعمل كونتينوس امبروفمنت، بيحبوا يحطوا فورورد لوكينج جولز، بيحطوا ثيريتيكال ستاندرز. بيحطوا ايه؟
سيريوتيكال ايه ستاندرز. عارفين ده معناه ايه؟ انت النهارده شغالين من 9 ل 5 المفروض ان احنا في المدينه الفاضله وبنشتغل من كام لكام؟ من 9 ل 5 من 9 ل 5 مفيش رحمه. لا يعني احنا نتمنى نتمنى من 9 ل 5 هي من 9 الى بس دي بقى مفتوحه انت وحظك. لا ما شاء الله. لحد ما ربنا يفرجها. انا من 9 ل 5 وعايز احط بقى ايه؟ احط ستاندرز، احط الراجل ده هيشتغل كام ساعه في اليوم. الثيريوتيكال بيقول لك حط له 8 ساعات شغل. حضرتك ده انسان بيقوم برضه ويصلي وياكل. لا انا هحط الثيريوتيكال ستاندرد وهشيل اي نورمال سبويلج على اساس ان الشخص يحاول يعمل انوفيشن، يشوف ازاي ممكن يقلل السبويلج ده، فيبقى عليه بوشنج ان هو يحسن. لاقطين بالكم من الستايل الشغل ده؟ ماشي؟ الكلام ده في معظم الكالتشرز بيعمل نيجاتيف امباكت ودي موتيفيشن، لانه ما بياخدش النورمال ايه؟ بريك داونز في الحسبان، ما بياخدش النورمال هوليديز، فاهمين؟ النورمال بريك داون والكلام ده. اللي شغال اكتر في السوق ايه؟ في الشركات الامريكاني البراكتيكال الكرنتلي اتينابل. لكن لو شركه بتسعى للوصول للتوتال كواليتي مانجمنت والكلام العالي ده، لا تشتغل بالثيريوتيكال وتبطل تشتغل بالكرنتلي اتينابل ده على حسب المانجمنت ستايل. بس كل حاجه ليها برايس وكوست. ده بياخد في الحسبان طبعا النورمال سبويلج، عامل في حسبانه ان الناس بتقوم تاخد راحه، المكن نفسه بيتعمل له مينتنس. واضحين الكلام؟ مين يعمل موتيفيشن اكتر؟ مش محتاجه ده طبعا يعمل موتيفيشن اكتر. الاثوريتيف والبارتيسيبيتيف. وانت بتحط الستاندرد ده هنا السلايد رقم 24 و25 كوبي بيست من مزايا وعيوب ايه؟ الاثوريتيف. الاولاني بيتكلم على البادجت بروسيس وده بيتكلم على الستاندرد سيتنج. نفس الكلام بالظبط. ماشي الحال؟ طيب عشان نحط ستاندرد قدامنا طريق سهل ورخيص اهو. نعمل ايه؟ هيستوريكال داتا او انكريمنتال. نعمل ايه؟ هيستوريكال داتا. بس دي فيها ممكن تعمل لك مصيبه. عارفين ايه؟ لو انت رجعت بالهيستوريكال داتا جبتها وحطيتها تعمل بيها ستاندرز، ممكن تحط الان افشنسي تبقى جوه الستاندرد. صح ولا لا؟ في مشكلة تانية، إن ممكن النمط الشغل في الشركة اختلف. يعني كنا زمان بنعتمد على أيدي العاملة أكتر، النهاردة بنشتغل مكن أكتر، فالستاندرز بناء على اعتماد على الهيستوريكال ممكن يضرك. بس إيه الميزة في الهيستوريكال؟ الكوست قليلة وفي ثانية ممكن تعمل ستاندرز. ماشي؟ طب ايه الحل لو انا عندي حاجه كريتيكال ومحتاج ان انا اطلع باكيوريت ستاندرد؟ قدامك حلين. ممكن تشتغل بنش ماركينج، اما بقى عن طريق كونسلتنت او انت تحاول تعمله، لا اما تجيب ناس من البرودكشن وناس من الكوست اكاونتنج وناس يعني من بنش ماركينج. يا مستر ايه؟ يعني ايه بنش ماركينج؟ البنش ماركينج هو المصطلح ده حتى الناس العرب بيستخدموه بالانجلش اكتر منه بالعربي، بس بعض الناس ترجمته المقارنه بالافضل. المقارنه بايه؟ بالافضل. بمعنى اجي اقول لك البنش، انت شركه النهارده افترض قلت هصنع الشيبس اللي بتخش جوه الكمبيوترز، فبدا اقول لك شركه انتل هي البنش مارك بتاعك. فاهم؟ النهارده محمد اشطر واحد في الجروب، فبقول لكم يا جماعه انا هسيب وقت لحل السؤال، وانس محمد يخلص هقيم الباقيين. فانا خليت محمد بالنسبه لكم زي المعيار كده. ما هو اسلوب من اساليب وضع المعايير، ما هو ستاندرز يعني معايير. بس انا هنا بقى بقارن بالافضل. يعني ما اجي اقول مثلا ايه، نستاذن بتوع اتصالات بس في المثال ده،
ان شركه فودافون هي البنش مارك شركات الاتصال في البراكتسز اللي بيعملوها. شغال معاكم المثال ده ولا زعلان؟ لا 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 مش شغال. لا 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 احنا اقوى بكتير. طيب خلاص اتصالات هي البنش مارك بتاع فودافون. ايه رايك كده؟ صح. شيء اتصالات بقى يا مستر بقى. ايه؟ طب خلي بقى بتوع فودافون يجي يكملوا الكورس يا مستر. طيب عرفت يعني ايه بنش ماركينج؟ البنش ماركينج عامه لما بيتعمل بيتعمل طبعا على مستوى الحاجات الصناعيه خلي بالك، وبيتعمل على مستوى الحاجات الخدميه، وبيتعمل على مستوى كل حاجه في الدنيا. دي حتى بيتعمل على مستوى الريشيوز، على مستوى الايه؟ الريشيوز. يعني مثلا اجي اقول لك في صناعه الحديد والصلب البنش مارك في الريتيرن اون انفستمنت العائد على الاستثمار مثلا 12% للشركه الفلانيه. فوانت النهارده جوه الاندستري دي عايز تعرف انت بتجيب عائد كويس ولا لا، بتقارن بالبنش مارك بتاعها. فاهم الكلام؟ طيب شركه بقى معاها فلوس ووقت ممكن تعمل حاجه اسمها اكتيفيتي اناليسز. طبعا الاكتيفيتي اناليسز بيعتبر تيم بقى، بتجيب تيم من الكروس فانكشنال تيم بنسميه ايه؟ بنسميه ايه؟ كروس فانكشنال تيم، يعني تيم من كل ديبارتمنت ريبريزنتيف منه، ونبتدي نحط الستاندر. دراسات وقت وحركه، الناس بتوع البرشيزنج يخشوا برضه يقولوا لنا الابروفد سبلايرز بنجيب منهم الماتيريال بكام، والمكن اللي عندنا نجيب ناس متخصصه تقول لي المكن ده في ظل الماتيريال دي ياخد وقت قد ايه، طب والدايركت ليبر عامل ايه، اللي بتريننج معين على البرودكت ده ياخد وقت قد ايه. موضوع كبير عشان تطلع بستاندر منه، بس مسته انه بيطلع لك حاجه اكيوريت، بس هتدفع ثمنها في ايه وايه؟ في وقت. طيب ده حاجه حلوه قوي قوي، ايه الجمال ده؟ طيب ايه احسن حاجه نعملها دلوقتي؟ ناخد بريك. الاسئله هنخش على الاسئله، بس انا هدي بريك 5 دقايق، نقوم بس نعمل لنا كوبايه شاي ولا حاجه سريعا. 5 دقايق بالظبط، يعني دلوقتي 3:53، الساعه 4 نكمل. ماشي تمام، ونخش بقى نشوف الناس بيألفوا أسئلة ازاي على الكلام الحلو اللي احنا حكيناه مع بعض ده. يا ترى الكلام ده ليه علاقة باللي بيتألف ولا احنا في ال... ماشي، نبعت لينك جديد يا دكتور ولا نبعت لينك احسن جديد عشان يبقى حل الأسئلة في فيديو المستقل. اوكي يلا السلام عليكم.